مرحبا بك المتابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. قمر الطائفة فاجأت الجميع بحذف هذا الفيديو صرت رياضية ليوم كامل لأسباب مجهولة، فهذا الفيديو شاركته قمر قبل يوم فقط، والبعض قال أنه قامت بحذفه لأنه التفاعل عليه كان قليل جدا. فشو رأيكم أنتو؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. وبالحديث عن قمر الطائفة، شارك السيلاوي قبل ساعة ستوري على انستغرام أجاب فيه عن سؤال متابعة كتبت شو مشكلتك مع قمر؟ وأجاب حسام بي أنتو شفتوها مشاكل، أما أنا بعرف أي اتنين صحاب ممكن يختلفوا، قمر عسل. فمن بعد هذا الستوري رح ننتظر أكيد الصلح اللي حيكون بين قمر والسيلاوي، وننتظر أيضا يرجعوا الفولو لبعض. فشو رأيكم بكلام حسام؟ وهل رح يكون في صلح بينهم؟ أما أنس الشايب فغادر الأردن ووصل لفلسطين، واستغرب الجمهور عليش ما التقى بيسان إسماعيل بعد وصولها، وانتشرت إشاعات عن وجود خلاف بينهم وانفصالهم اللي حكينا عنها بفيديوهين سابقا، وهالأخبار غير مؤكدة لحد الآن. وبلش الجمهور يحقق بكل ستوري بيشاركوه كل من أنس وبيسان، وآخرها كان ستوري بيسان وهي بالسيارة بجانب أمها وهي عم بتغني خلي اللي غير مننا يجي ويعمل زينا. فشو رأيكم أنتو؟ هل في خلاف بين أنس وبيسان أم لا؟ أما أصالة فاحتفلت اليوم بعيد ميلادها 27، فوصلتها معايدات من أسامة مروة وأحمد النشيط من خلال هالستوريهات اللي شاركوها، فعيد ميلاد سعيد لأصالة. أصالة في صرصور. أصالة حمسكو حلمسو أصالة أصالة حلمسو أصالة 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 أصالة